مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. أكد محمد اليوبي مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة مساء اليوم الخميس أن الوزارة لازالت تعكف على كشف حالات الإصابة ما بين المخالطين، بعدما وصلت الحالات المصابة إلى 1374 حالة بعد وصول عدد المخالطين إلى 8664 شخص. وأبرز اليوبي أن 8664 مخالطا تم حصرهم، وتم ضبط 504 حالة مصابة بالفيروس بعد إجراء تحليلات مخبرية في صفوفهم. وأبرز اليوبي أن حالات الإصابة في المغرب صارت تغلب عليها الحالات المحلية بعدما وصلت إلى 90% في مجموع الحالات المكتشفة، فيما الحالات الوافدة تقلصت إلى أن وصلت حاليا إلى 10%، وهي حالات سائرة في التباعد، وأن الحالات المحلية تتكاثر لا سيما بعد اكتشاف بؤر عائلية بكورونا بعد انتشاره وسط أفراد العائلة الواحدة. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه.